مساء النور، مرحبا وسيلة، تحية رياضية لك ولمشاهدينا الكرام. الأجواء هنا رائعة، أجواء احتفالية فعلا بأتم معنى الكلمة. هنا في ملعب 5 جويلية الأولمبي مباراة ودية احتفالية، لكن الجمهور لم يكن في مستوى التوقع والتطلعات، لا أدري لماذا، ربما للجو الممطر. إن شاء الله أمطار خير وبركة على كل أرحاء الوطن، أيضا زحمة مرورية خارقة تعرفها العاصمة. إذن هنا حفل موسيقي مصاحب لهذا اللقاء الودي بحضور ضيوفنا البوسنيين الذين أتوا ليشاركون فرحة استقلال الجزائر في الذكرى الخمسينية لهذا الحدث الكبير جدا. بالنسبة للتشكيلة، تشكيلة المنتخب الوطني تشكيلة مغايرة عما شهدناه في اللقاءات السابقة للمدرب فاها كما يحلو للبوسنيين تلقيبه. إذن دوخا سيكون في حرس المرمى، مبولحي سيكون خارج القائمة هذه المرة، على الجهة اليمنى سيكون مهدي مصطفى، على الجهة اليسرى لأول مرة بن موسى في محور الدفاع كالعادة كارم الجاني وبالكلام، في الاسترجاع على أيد الحسن القائد رفقة قديورة، في صناعة اللاعب كل من قدير على الجهة اليمنى، بودبوز على الجهة اليسرى، وأيضا في غوري المتألق كمهاجم ثاني، بينما سيقود الهجوم العائد من الإصابة والعائد بقوة رفقة ناديه وفاق سطيف عودية أمين. بالنسبة للمنتخب الضيف، المنتخب البوسني القوي جدا القادم بترسانة من نجوم تلعب لأكبر الأندية الأوروبية، يتقدمهم جيكو لاعب مانشستر يونايتد وأيضا مانشستر سيتي عفوا وميسوموفيتش وبيانيتش وغيرها. المنتخب البوسني سيدخل بتشكيلة مكتملة، إذن الأجواء هنا رائعة، ينقصها فقط الجمهور الذي لم يتوافد بقوة. الأمطار غزيرة جدا، فيه تخوفات من أرضية الميدان التي قد تعيق أداء راقي سيقدمه المنتخبان في هذه المباراة التي ستكون جدية وتحضيرية من المستوى الذي كان يأمله حليل وزيتش وأشبله وسيلة. هشام سعدودي شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من ملعب 5 جويلية الأولمبي.